تسمح الخدمة إصدار بطاقة معاق جديدة للمعاقين المقيمين في دولة الإمارات بطلب بطاقة تعريف الإعاقة. هذه وثيقة رسمية تخول لحامليها بعض الحقوق والخدمات المعينة وفقاً للقانون الاتحادي. يمكنك الوصول إلى الخدمة من خلال تحميل تطبيق الهاتف المتحرك الذكي M-Social. من القائمة الرئيسية للتطبيق اختر خدماتي ثم قم باختيار الخدمات من القائمة. يمكنك أيضا الوصول إلى الخدمة الإلكترونية عن طريق الصفحة الرئيسية لوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال الموقع الإلكتروني www.msa.gov.ae. اضغط على الخدمات الإلكترونية في القائمة في الجزء العلوي وقم باختيار المعاقين، تليها إصدار بطاقة معاق جديدة. بعد الاطلاع على بطاقة الخدمة اضغط لبدء الخدمة، اضغط هنا لبدء تقديم الطلب. قم بملء جميع الحقول الإلزامية ذات النجمة الحمراء، تأكد من تحميل جميع الوثائق اللازمة، وعندما تكون مستعدا قم بالضغط على إرسال. سوف تتلقى تأكيدا لطلبك عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني والتي تحتوي على الرقم الذي بموجبه تم تسجيل طلبك. إذا طرأ أي تغيير في وضع طلبك سيتم إعلامك عن طريق البريد الإلكتروني. يمكنك تتبع طلبك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. انتقل إلى خدماتي وقم باختيار تتبع الطلب، ومن ثم أدخل الرقم المرجعي لمتابعة الحالة. إذا كنت مسجلا على الموقع يمكنك أيضا تسجيل الدخول إلى خدماتي على موقع الوزارة وقم بفحص صفحتي بدلا من ذلك. إذا قامت الوزارة بطلب معلومات إضافية لتقييم طلبك سيتم إبلاغك عن طريق البريد الإلكتروني. سيتم التحقق من صحة طلبك. إذا كانت المعلومات التي قدمتها لا تلبي المتطلبات سيتم رفض طلبك. إذا كانت المعلومات غير كافية فإن اللجنة التشخيصية ستقوم بالتحقق من التقرير الطبي. إذا تم استيفاء جميع المعايير سيتم إصدار بطاقة معاق لك.